مرحبا بكم، على السلامة. في كوجينتي اليوم باش نعمل معكم عصير الرمان الفريشك، طريقتين زوز بنان ومختلفتين في المطعم، اما زوز بنان على ضمانتي. توا الرمان وقته في الاسواق ورايج برشا والسوم مناسب، تنجموا تعملوا به اللي تحبوا. باش نوريكم زيدا كيفاش تفصصوا الرمان من غير ما توسخوا يديكم، من غير ما تكحال، من غير ما توسخ ضوافركم. طريقة سهلة ومجربة، وشوفوا مع بعضنا. باش ناخذ زوز رمانات، رمانه هذه كبيره ورمانه هذه، يعني هذوما باش يعملوا لي شويه، باش نعمل جيست شويه عصير. باش نقصها هكا باش نوريكم كيفاش نقشر الرمان باحسن طريقه واسهل طريقه. نجيبوا صحفه ولا صحن كبير ونقسموه على زوز، كيما هكا، وباش نزيدو هكا بيدينا نحلوها شوية من الطول وشوية من العرض هكا، ومن بعد نقلبوها. نجمو بمغرفة لوف، أنا ديما نعمل هكا بطرف السكينة خاطر قوي ويهبطهم الكل، ونضربو هكا بالقوي يهبط الرمان الكل من غير ما تكحال يدينا. دقيقة تكون الرمانة مفركة، يلزم واحد يضرب بالقوي كيف ما هكا، تنجموا بمغرفة لوح إذا عندكم مغرفة لوح قوية. أمانة السكينة راني شدتها من البلاصة الحافية من هنا هكا، ما فيها شيء في لحظات عملتهم بالطبيعة. بعد باش نصفيها ونعمل الأخرى بنفس الطريقة كما قلت لكم هكا، على طول وعلى العرض نحلوها شوية باش تتنفس باش تهبط لنا الكعب، اذا ما تحلوهاش راه ما تهبطش الكعب. وكل ما كان الرمان بتاعكم غامق، كل ما تحصلتوا على عصير احمر اللون وغامق، انا هاكا تشوفوا احمر شويه وجاني لون زهري، اما زهري جميل. الحصيله نحطه في الخلاط بتاعي اللي باش نرحيه فيه، والا الروبو، والا حتى البراميكسور ترحي. الهشوار حسب الهشوار متاعك قوية ولا مش قوية، ترحي ولا لا. إذا تحبوا، إذا رمانكم أبيض وتحبوا تعززوا اللون، أعملوا كولوران أحمر، وإلا أعملوا شوية هكا بتراف، جست شوية قد الحمصة شوية مع الرمان، هذيك زادة تعزز اللون وفي نفس الوقت تكون لون طبيعي. باش نضيف الماء، هو المكون اللي باش نعملو بيه العصير متاعنا. الماء باش نضيف القدر اللي يجي قد هو والرمان كيف ما تشوفوا فيه، ما يطفوش فوقه، يعني قد انا جاني هكاكا بيرفكت وجاني معدول وجاني القوام مثالي في الرمان وجاني الطعم مركز وقوي. ارحيته بالقدا مرتين ثلاثة ومن بعد باش نصفيه. بالطبيعه ما ننصحش لا تعملوا فاني، لا تعملوا ماء زهر، لا تعملوا حتى شيء، لانه هكاكا طعمته بنينه وهكاكا فريشك طبيعي. تحافظوا على مطعم الرمان، والعصير هذا راهو ما يتخباش وما يتحفظش في الثلاجة، يتشرب في نهاره، يعني يتشرب في وقته. ماذا بكم إذا باش تعملوا عصير جايينكم ضيوف، تفصصوا الرمان وتخبوا الرمان مفصص من بعد ترحوه وقت اللي يجوكم الضيوف، لأنه في دقيقة يحضر هو. توا هكا تحصلت على النوع الأول من العصير، بالطبيعة زدتوا السكر برغم أنا مش ناقص السكر، كان شوية زدتوا ملعقة أكل وكهوة وخلطتوا أنتم مزيدوا حسب رمانكم حلو ولا مش حلو. هكا كما قلت لكم تحصلت على كيس عصير نوع اول. الكيس الثاني اللي هو النوع الثاني من العصير باش نزيدو شويه ياغورت اللي هو الزبادي. كيف ما شفتوني خلطت الياغورت بالقدا في الحكه باش يرطب لي الياغورت، وما نحتاجش اني نمكسيه
في الإناء متاعي، جيست هكا حركت بمنغرفة جاني مريقل طريقة هكا رابيد وسهلة ولفلف. تحصلت على نوع ثاني من العصير بالزبادي بنين الحقيقة، زوز بنين ممكن بالزبادي هكا يعطي قيمة غذائية أكثر. وعملت شوية غلاسون على خاطر ما عملتش الماء البارد، انتو ما اعملوا ماء بارد، ديما العصير حتى في الشتاء بنين بتبيع إذا كان بارد. وهكا دبارتنا كملت، إن شاء الله تعجبكم، جربوها وفرحوا صغيراتكم بيها وعملوا بيها جو هكا عشوية. الحسيلو ما بقى لي كان نقولكم ما تنسونيش بالتشجيع بالدعم وبالاشتراك وباللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما بقى لي كان نقولكم بسلامة.